نافذة جديدة لفتيات محافظة ذي قار. هذه المرة الفرصة مليئة بالألوان وزهو الحياة بعد افتتاح معهد الفنون الجميلة للبنات ولأول مرة في المحافظة. أقسامه في التشكيل والتمثيل والخط والزخرفة، كوادره فنانون مبدعون في مجالاتهم، والطالبات موهوبات يبحثن عن دعم وترسيخ لمواهبهن. ذي قار حقيقة هي مليئة بالطاقات الشبابية الفنانين الموهوبين في هذا المجال. اليوم ندعم هذه الشريحة المهمة في ذي قار، نشجع أولياء الأمور اللي خاصة خريجات الثالث متوسط، بناتنا خريجات الثالث متوسط. افتتاح معهد الفنون الجميلة للبنات في ذي قار يعتبر إنجاز عظيم ولحظة تاريخية مهمة لمحافظة ذي قار. سابقا كانت الطالبات تضطر تسافر محافظات أخرى. طبعا الطالبة تدخل اختبارات فنية، اختبار عملي واختبار نظري مع مقابلة. الكادر اللي يدرس في معهد الفنون الجميلة هو من الكفاءات المهنية والفنية وحاصلين على جوائز عدة. انفتح هذا المعهد هي كانت بمثابة فرصة انه على مود ندخل هذا المعهد، وكنت من المحظوظات انه اقدم من الدفعة الاولى على المعهد. الجميع متلهف وداعم، فالخطوة هذه ستتحف المجالات الفنية في المحافظة بمواهب فتية تمتلك الحس المرهف والأساس الأكاديمي. معهد الفنون الجميلة جاي يحتضن هاي المواهب وننميها، وبنفس الوقت الطاقات الأخرى تبدي تتعلم وفق القواعد والأصول الأكاديمية اللي احنا جاي ندرسهم عليها. من خلال مادة النظري والعملي سيكون تركيز على بعض المواهب اللي عندها إمكانية بالوقوف على خشبة المسرح أو خلف الكاميرا. راح يكون مهمة صعبة إلى أن الطالبات شوي يخذون على جو التمثيل وعلى جو المسرح، لكن إن شاء الله بداية موفقة وعندنا نماذج جدا مهمة يعني راح تكون إن شاء الله مستقبلا. الآن أصبح هذا صرح العلمي داخل الناصرية، وهذا هي إن فرصة أكبر وفرصة أنه خاصة وأنهن مبدعات في هذا المجال والتأهلا بناء على الإبداع مالتهن. معهد الفنون الجميلة للبنات في ذي قار أفق مفتوح لإبداعات الفتيات الفنانات، وبدعم من أهلهن وتشجيع من مدرساتهن. لبرنامج صباح الخير يا عراق، شيماء جبار، الناصرية.